نازا تعلن موعدها الجديد. حددت وكالة الفضاء الأمريكية نازا يوم 14 من نوفمبر 2022 موعدا جديدا لمحاولة إطلاق صاروخها الضخم إلى القمر في إطار مهمة أرتميس 1. وأجرت نازا محاولتي إطلاقها لهذا الصاروخ في نهاية غشت ثم في بداية شوشنبير، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل فنية، وأعيد في نهاية شوشنبير SLS وهو أقوى صاروخ صنعته نازا على الإطلاق إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي من أجل حمايته من إعصار إيان الذي دمر أجزاء من فلوريدا. وأوضحت نازا أن نافذة إطلاق الصاروخ الجديد التي تمتد على 69 دقيقة ستفتح ليلة 13 إلى 14 نوفمبر عند الساعة 4 بتوقيت غرينتش، وجرى تحديد تاريخين احتياطيين هما 16 و19 نوفمبر، ولم يتم بعد إطلاق SLS الذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد. وسيتيح برنامج أرتميس الرائد الجديد من وكالة نازا عودة البشر إلى القمر ونقل أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى هناك. وبعد مرور 50 عاما على المهمة الأخيرة لبرنامج أبولو، لن تنقل مهمة أرتميس 1 أي رائد فضاء على متنها، وترمي المهمة هذه إلى التحقق من أن كبسولات أوريون الموجودة على الصاروخ أمنة لنقل طواقم بشرية في المستقبل. شكرا على المتابعة، ولا تنسى الاشتراك في قناتكم نقطة ودعمنا بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.